نظمت لجنة مهرجان الأسرات الجماعية التابعة لأسقفية الشباب يوم الجمعة الماضي في بيت الكرمة بوادي نطرون كرنفالا للشباب والشابات من الأسرات الجماعية والمغتربين بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة. وجاء الكرنفال بعنوان تشدد وتشجع، تضمن اليوم فقرات فنية متنوعة منها عروض كورالات وفنون تشكيلية وغيرها وكلمات ألقاها عدد من الشخصيات العامة الحاضرة. نتابع. افتتحت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجماعية بأسقفية الشباب خلال كرنفال كبير تم تنظيمه ببيت كرمة الوادي بوادي النطرون صباح يوم الجمعة الماضي، مهرجان عام 2021 تحت شعار تشدد وتشجع، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات العامة وأكثر من 600 من المخدومين. بنشكر ربنا لأن يبقى فيه نشاطات حلوة زي كده، ونشكره بالأكثر أن يعني عرفنا نرجع تاني نعمل بعض النشاطات مع اتخاذ إجراءات احترازية علشان محدش يصاب أو يضار. مهرجان الأسرات الجماعية متعودين عليه من زمان، النهاردة يعتبر فعلا زي ما حضرتك قلت انطلاق بداية المهرجان. هو فيه ثلاث أقسام في المهرجان، في مهرجان دراسي وفي جزء فني وجزء رياضي. احنا كعادتنا كل سنه انطلاقه المهرجان بتكون بكرنفال احتفالي شبابي كبير بنعلن من خلاله انطلاقه المهرجان. رسالتنا السنه دي تشدد وتشجع، حابين نقدم رساله فيها تشدد وتشجع لكل الشباب ان مهما كتير من واجهتنا من ظروف ومن تحديات احنا هنتغلبها بمعونه ربنا وبايد ربنا، ان احنا ثابتين في كنيسته وثابتين باسمه. شهد الافتتاح تقديم عدد من الفقرات ومنها كورال ماري إفرام السورياني التابع لأسرة التسبيح بكنيسة القديسة العذراء مريم بالقصيرين والمرنمة سارة معروف وكورال أسرة البابا أثناسيوس الزراعية، بالإضافة لعدد من كلمات الشخصيات العامة المشاركة في الكرنفال والعديد من الألعاب الجماعية المميزة. عندنا ألعاب كتير قوي النهاردة، زي ما بنهتم بالجانب الروحي قلنا النهاردة نبدأ يوم خفيف كده بما ان احنا كنا محبوسين الفترة اللي فاتت بسبب موضوع الكورونا، فعندنا ألعاب كتير، ترامبولين، البين باج، البين بول، حاجات حلوة قوي كتيرة يعني مش قادرة اقولها لك كلها. هيلا دي تاني مرة شارك فيها، بحب قوي اليوم وبتبقى الأجواء اللي في اليوم والحاجات اللعب اللي بتبقى موجودة زائد الحاجات الروحية، الترانيم والمحاضرات اللي بتبقى في الكنيسة، فانا الحقيقة هو اليوم بيبقى مثمر جدا ومنروح مبسوطين يعني، فبحب احضر اليوم كل سنة. فهو اليوم غير ان هو كان يوم روحي برضو في الاول واستاذ القى كلمة، فانا حبيت ان انا كمان نجمع الناس ونتقابل حتى نتعرف على ناس تانية وناس جديدة وكده، فاليوم كان بغض النظر عن العاب والدنيا كان احلى في ان احنا نتقابل حتى في اي مكان، بس اليوم جميل بصراحة والمكان حتى تحفة. احنا أسرة العذراء مريم كل سنة بنحب اللي احنا نشارك كل سنة وفي الرياضي وفي الانشطة الروحية كمان. هو مهرجان عموما بيكون نشيط جدا كل سنة وبنحب اللي احنا نشارك فيه يعني وكده. تعد هذه الأيام الترفيهية المميزة فرصة جيدة ليجتمع خلالها الأخوة معا لبدء النشاط الصيفي ومهرجان الكرازة الذي يأتي هذا العام للأسرات الجامعية تحت عنوان تشدد وتشجع. كامل يوسف، سي تي في.